شكرا للزميلة أمل محمد من مركز الأخبار. نستكمل مشاهدينا فقرات صباح الشارقة. تعتبر أمراض المفاصل والآلام المصاحبة لها قد ترتبط أحيانا بالتقدم في السن، وتعد كذلك زراعة أو استبدال الفقرات والمفاصل إحدى الوسائل التي بإمكانها أن تساعد كبار السن وتتطلب برنامج خاص بالعلاج الطبيعي. نتكلم مشاهدينا أكثر عن هذا الموضوع، معانا عبر الاتصال المرئي الأستاذة ليازي عبيد المراشدة، أخصائية علاج طبيعي. صباح الخير أستاذة. صباح النور والسرور، أسعد الله صباحكم. حياك الله أستاذة ليازي. خلينا نتكلم بداية عن أبرز الأمراض والمشاكل اللي ممكن تصيب الفقرات والمفاصل لدى كبار السن. طبعا هناك العديد من الأمراض التي يمكن أن تصيب كبار السن بحكم التقدم في السن والتغيرات التي تصيب الخلايا والأنسجة التي قد تكون من مسببات هذه الأمراض. أولها هشاشة العظام وضعف العضلات وقوتها، وثاني مرض ممكن نقول مرض القرص التنكسي المعروف بالديسك، وهو مرض يصيب فقرات العمود الفقري. ثالثا تآكل الطرف الغضروفي مما يؤدي إلى مرض الخشونة بسبب احتكاك العظام بعضها ببعض، مما ينتج مع مرور الأيام التهاب المفاصل العظمي. ويوجد نوع آخر أيضا يسمى بالتهاب المفاصل الروماتيدي، وهو مرض مناعي يصيب كبار السن، أيضا تهاجم فيه الخلايا المناعية الأنسجة المحيطة بالمفصل مما ينتج عنه الالتهاب. أكثر المفاصل شيوعة والمعروف بين الجميع هو التهاب المفاصل العظمي، وخاصة اللي يصيب الركبة. تمام أستاذة يازية، نتكلم أكثر عن كبار السن. أحيانا العلاج الطبيعي أو العلاج الدوائي ممكن يساعدهم، لكن أحيانا يوصل الموضوع إلى الحاجة الملحة لاستبدال المفصل أو الفقرات كعلاج. متى يحتاج كبير السن لهذا النوع من الاستبدال؟ صحيح، عند اشتداد المرض وعدم الاستفادة من الأدوية مثل ما ذكرتي والمراحل الأولى في العلاج، تآكل المفصل بشكل جزئي، وأيضا عدم قدرة المريض على تحمل الألم ونقص شديد في نطاق الحركة، في هذه الحالة المريض يضطر أنه يروح عشان يبدل الركبة مثلا أو يبدل المفصل المتأثر. أستاذة ليازي، قبل ما نتطرق لاستبدال المفصل والتفاصيل المتعلقة فيه، طرأ سؤال على بالي، هل يمكن أو هل هي ضرورة أن كبير السن يصاب بتآكل الغضروف أو يصاب بمشاكل في المفاصل، ولا يستطيع كبير السن أن يتجنب مثل هذه المشاكل أثناء العملية الطبيعية أو المرحلة الطبيعية للشيخوخة؟ طبعا أولا حكم تقدم السن وكيف الإنسان يعيش حياته، يعني كيف هذا الشخص طبيعة حياته، هل هو إنسان حركي، هل هو إنسان مثلا ما يتحرك، حسب طبيعة الجسم. سبحان الله الجسم يهيئ نفسه، إذا كان هذا الشخص حركي ممكن يتفادى الإصابة بهذا المرض. تمام. فطبيعة حياة المريض أو كبير السن هي اللي تحدد هل يصاب أو لا يصاب بهذا المرض. نتكلم أستاذة عن العلاج الطبيعي، هل يمكن أن يغني تماما عن استبدال الفقرات أو المفاصل؟ نعم، يمكن للمريض أن يستفيد من العلاج الطبيعي بشكل كبير، ولكن بشرط أن يكون المفصل في المراحل الأولى عند اكتشاف المرض، يجب عدم أهماله ومراجعة الطبيب والعيادة. ممكن أن العلاج الطبيعي يساعد في تخفيف الألم ومساعدة على أن يزيد نطاق الحركة للمريض، بحيث وأيضا تقوية العضلات المحيطة بالمفصل، بحيث أنه يساعد المريض على تخفيف الضغط اللي يكون على المفصل، وأيضا استخدام الأدوات المساندة كالعكاز وكيفية استخدامه بشكل صحيح لتخفيف الضغط على المفصل. نتكلم أستاذة ليازية عن المرحلة اللي يتم فيها استبدال المفصل. ما بعد هذه المرحلة أو العلاج التدريجي اللي يتم بعد استبدال المفصل؟ طبعا عندنا ثلاث مراحل، المرحلة الأولى اللي هي مرحلة تخفيف الألم
والانتفاخ. فهذه المرحلة نبدأ نعطيهم علاجات بسيطة بحيث أن نخفف الآلام باستخدام الكمادات الباردة، باستخدام الأجهزة المساندة للعلاج الطبيعي، مع أيضا بدء نطاق حركة بسيط للمفصل. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التركيز على نطاق الحركة، بحيث نهيئ المريض باستعادة نطاق الحركة الطبيعي للمفصل والعودة للحياة، عودة المفصل للحياة من جديد. المرحلة الثالثة هي مرحلة تقوية العضلات، بحيث أن يكون المريض عنده قوة تحمل للمفصل. وأيضا مع الحذر عند العودة للحياة بشكل طبيعي، عودة المفصل للحياة بشكل طبيعي. تمام أستاذة اليازية، نتكلم عن دور المعالج الطبيعي في هذه المرحلة ما بعد عملية استبدال الفقرات أو المفاصل. طبعا دور العلاج الطبيعي مثل ما ذكرت، المرحلة الأولى نبدأ بوضع الكمادات وتقوية العضلات المحيطة بالمفصل، فنعطيهم تمارين تقوية، تمارين توازن، تمارين شو اسميها هاي، استخدام الأجهزة لتقوية العضلات، وأيضا استخدام الأوزان الخفيفة، مساعدتهم على المشي بالطريقة الصحيحة، والعديد من التمارين اللي ممكن نعطيهم إياها. هل يمكن أستاذة اليازية أن أحد أفراد الأسرة، سواء كان البنت أو أي شخص مرافق لهذا المريض، يتعلم كيف ممكن يؤدي هذا النوع من العلاج الطبيعي، ولا يفضل فقط أن يكون عن طريق أخصائي علاج طبيعي؟ طبعا في حالات طوارئ ممكن أن المريض يتفادى مثلا يروح لعيادة العلاج الطبيعي، ممكن أن يسويها في البيت، مثل ما ذكرت الكمادات الثلجية يحطوها على المفصل لمدة 10 دقائق لتخفيف الألم والانتفاخ. وأيضا احنا نعطي المريض، عندنا مثل ثيراباند اللي هي مثل الشرائط ثيراباند الله اللي هي يحفظك، مثل شرائط، أي أيوة الشرائط هاي تكون فيها قوة، نعطيها المريض بحيث إنه يتمرن فيها في البيت. فممكن إن نعلم أحد الأفراد اللي ساكنين مع هذا المريض في البيت إنه كيف الاستخدام لهذه الشرائط وكيف وضع الكمادة بالشكل الصحيح. وعند اشتداد الألم طبعا يجب عدم تجاهله، يجب مراجعة الطبيب بشكل فوري. نتكلم عن أكثر المفاصل التي تحتاج استبدال وتغيير عند كبار السن، الأكثر شيوعاً. الأكثر شيوعاً طبعاً معروف أغلب العمليات اللي هي التبديل المفصلي للركبة، بسبب أن الضغط على الركبة، طبعاً إحنا نستخدم الرجل بشكل يومي، فبسبب الضغط وضعف العضلات حول الركبة يضطر أن المريض يروح يسوي عملية في الركبة بالتحديد يعني. تمام. شوية تمارين رياضية أستاذة اليازية اللي نقدر تدريجيا ندخلها لنظام كبير السن عشان نتجنب مثلا استبدال كلي للمفصل؟ لو سمحتي مرة ثانية السؤال. أيوة أستاذة اليازية، هل ممكن مثلا أنا في المنزل عندي كبير في السن أو كبيرة في السن، أقوم معاهم ببعض التمارين الرياضية اللي ممكن تساعد المفاصل أو مثلا تدعم المفاصل أكثر ونتجنب تغيير المفصل أو استبدال المفصل أو الفقرات؟ طبعا في حالة اكتشاف المرض ممكن أن نحطي مثلا وزن خفيف مثلا على الكاحل، ونقول للمريض والله نتدرب انا وانت مثلا، انت ترفعي من جفنه يرفع قبل. ممكن هاي من الطرق اللي ممكن ان تساعد المريضه في البيت انها تقوي العضله. ايضا ممارسه المشي في المنزل ممكن ان ايضا تخفف او من كل النواحي على المريض، فالمشي جدا مهم. بعد شو ممكن ان نساعدهم؟ تمارين التوازن، بحيث انه يقول للمريضه مثلا يلا منو بيتوازن انا ولا انت، شيء مثل ممكن
الأفراد في المنزل يساعدوا كبير السن. ومثل هذه الطرق السابقة، طبعا يمكن بحكم أن كبير السن قد يكون عنيد أو ما يرغب في التجاوب، فتكون طبعا مثل تحدي أو تنافس مفيدة بالنسبة لكبير السن. شكرا لك الأستاذة يازية عبيد المراشدة، أخصائية علاج طبيعي، على تواجدك معنا عبر الاتصال المرئي.